we see that COP27 is awash with governments and industry. كنا نرى الحكومات والصناعات يحاولون أن يطوروا مشاريع جديدة خاصة بالوقود الأحفوري. وكان هنا العمل يتم على تصنيع نوع جديد من الغاز من خلال استغلال ثاني أكسيد الكربون. وكان هناك مجموعات عمل التقت منذ يومين، وتم الاتفاق على أنه ليس هناك دور لمشروعات الاقتصاد الأحفوري في المرحلة الانتقالية. نحن هنا نتحدث عن الانتقاد العادل، ولا يمكن تناول الأمر من خلال القضية الخاصة بنوع واحد من الوقود، ولكن نتحدث عن الكثير من أنواع الوقود. ونحن الآن سوف يكون هناك مستمعين من الولايات المتحدة يتحدثون عن مشروعات الوقود الأحفوري التي يجب أن تكون نظيفة، وكذلك أيضا متحدثين من الإمارات العربية المتحدة، وأيضا هناك بعض المتحدثين من المنظور الحكومي. سوف نبدأ بريدا كاسيو من تكساس، ولدينا أيومي كاكوسا من اليابان، ولدينا السيد من الإمارات العربية المتحدة، ولدينا ماليزيا من المركز الأسترالي. مساء الخير للجميع. اسمي أليدا كاستيل، وكما تم تقديمي، إن تعلمون أن منطقة تكساس هي منطقة شاسعة، ومؤسستنا تعمل على الساحل الخاص بتكساس، وهي منطقة مثالية لصناعة الوقود الأحفوري. وهناك العديد أيضا من الجزر والمجتمعات التي لديها مصدرين للوقود الأحفوري. لدينا أيضا مصدرين للبترول الخام، ولدينا تسهيلات متعلقة بالضرائب، ولدينا تخزين للكربون، ولدينا الكثير من الأمور المرتبطة بالوقود والتي تأثرت بصناعة الوقود الأحفوري. وجمعيتنا تعاني، مجتمعنا يعاني من التأثرات البيئية، وهناك عدد أكبر من البشر الذين أصيبوا بالسرطان، والأطفال الذين أصيبوا بالرب، وكذلك أمراض الجهاز التنفسي. نحن أيضا نتعامل مع مشكلات، حيث أن لدينا حالة من الجفاف، ومجتمعنا يقول أننا نحتاج المزيد من الوقود الأحفوري، ونحتاج كميات كبيرة من المياه أيضا. وكل هذه الأشياء والتي نطالبها الرئيس بايدن، هذه حلول يتم تقديمها ولن تساعد مجتمعنا. هم يعملون على زيادة صادرات الوقود الأحفوري، وكذلك كل هذه الأمور سوف تجعلهم يستمرون في الاستثمار في صناعة الوقود الأحفوري، وهذا سوف يستمر. وأيضا أعتقد أن هذا سوف يستمر في إنتاج المياه، لأن اعتماد إنتاج الهيدروجين يعتمد على كمية المياه المتاحة. إذا هذا ليس حلا. هذه صناعات الوقود الأحفوري مستمرة، وهم يستمرون في عمل المزيد من الأموال على حساب مجتمعاتنا. وشكرا. أيومي، شكرا جزيلا. اسمي أيومي من أيفوز اليابان. لنتحدث عن اليابان. لدينا اليابان تعتبر من أكبر مستوردي الطاقة، ونحاول أن نعظم من سوق الغاز في آسيا، ونحن نفخر بوجود شركة كبيرة للهيدروجين، وهذا يؤكد ما تقوم الحكومة اليابانية به، وهي أن تقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري. ومن خلال الأبحاث الدولية والأبحاث المحلية، فإننا نجد أن اليابان هي من أكبر الممولين للمشروعات الخاصة
بالطاقة من عام 2019 ل 2021، وكذلك نحن من مستهلكي الغاز في الصين، وفيما يتعلق بالالتزامات الخاصة بالتزامات جي 7، والحكومة اليابانية تؤكد أننا سوف نستمر في المشروعات الخاصة بالطاقة. الحكومة اليابانية تتعامل مع الحلول البديلة مثل الهيدروجين والأمونيا والحصول على الكربون. هناك الكثير من الوقود الأحفوري الذي يسبب المزيد من التلوث، وهذا بسبب العمل في المصانع والشركات. والحكومة اليابانية قدمت حوافز للشركات التي تستخدم الهيدروجين والأمونيا، والحكومة أيضا تقوم بتقديم الحوافز والدعم وتدعم الهيدروجين الأخضر أيضا. والشركات التي تدعم هذه التكنولوجيا في الدول الأخرى مثل إندونيسيا وبنغلاديش نقوم أيضا بدعمها. ودعوني أقول أحد التعليقات التي قيلت في إندونيسيا، وهو الذي قال لنا أن الاستثمارات اليابانية التي تشجع استخدام الوقود الأحفوري مثل مشروعات الأمونيا في سورارايا بانترات، وكل هذه المشروعات تعتبر وجه آخر للاستعمار القرن 21. إن إندونيسيا تستخدم كمية كبيرة من الكهرباء والتي تعتمد على الوقود الأحفوري. والوكالات اليابانية قد وضعت خريطة طريق لتحقيق نوع من التعادل الكربوني لإندونيسيا بحلول عام 2060، وعرضت أن يكون هناك تحكما أكبر في الانبعاثات الكربون، وأيضا التعامل مع الأمونيا والكتلة الحيوية، وأيضا الاعتماد على الغاز لإنتاج الهيدروجين، وهذا بعد. وفي اليابان هناك شركات التي قامت بعمل دراسات جدوى، وهذا الحكومة اليابانية والشركات يجب أن توقف دعم هذه الشركات التي تعمل مع الوقود الأحفوري. وشكرا. شكرا. إيماد سوف يتحدث باللغة العربية مع وجود ترجمة. شكرا سيد الرئيس على إتاحة الفرصة. شكرا للشبكة الدولية للعمل المناخي. ومداخلتي تتعلق بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في التحول الطاقي إلى الطاقة المتجددة. Thank you everyone and thank the networks and thank Canarable. My intervention is إن مداخلتي تتحدث عن كيف نرتبط بالاقتصاد الأخضر والطاقة الخضراء. لدينا خطة استراتيجية 2050 للتحول الطاقي لكي تصبح دولة الإمارات تعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 75%. So their 2050 plan and strategy, they are planning that AE is going to rely on green energy by 75%. دولة الإمارات أول دولة في المنطقة العربية والشرق الأوسط لديها محطات لإنتاج الطاقة من الشمس منذ حوالي 10 سنوات. AUE is the first Arab country that has solar panels that produce clean energy since 5 years ago. لديها مدينة مصدر، أول مدينة في المنطقة العربية تعتمد كلياً على الطاقة الشمسية. She has a city that depends on and rely on solar energy totally, that called Masdar. دولة الإمارات استطاعت أن تكسر حاجز سعر كلفة الكيلووات الساعي
لإنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر الشمسية. She AE succeeded to break the prices of clean energy coming from electricity and solar by 100 kilowatt. كلفة إنتاج الطاقة الشمسية في دولة الإمارات 0.23 سنت من الدولار. The cost of clean energy production in AE is 0. ممكن تقولوا تاني؟ 0.23 هذا الرقم شجع الشركات والدول لكي تستثمر في الطاقة الشمسية لكي تكون بديل ومنافس حقيقي للطاقة الأحفورية. This price supported and promoted encouraged companies to change to green energy other than the fossil fuels, using fossil fuels. الإمارات سوف تحتفل بتصدير آخر برميل للبترول عام 2050. AUE is going to celebrate exporting the last AUE promoted that it's part of the no carbon convention that with a budget of $160 billion. كافي. Thank you so much. That's enough. شكرا. Richie. Thank you. Yep, Richie Merzian from the Australia Institute. Gone are the days of climate denial, and here are the days of climate delay. Fake. لا نتحدث عن التأخر المناخ. لدينا هيدروجين يتم صناعته من الوقود الأحفوري، وأيضا لدينا الأرصدة الخاصة بالكربون. لدينا قضية 1.5 وهي بعيدة المنال. أنا أتحدث عن بلاد أستراليا، وأيضا هناك ممثلين لدول مختلفة، ونتحدث عن نفس an equivalent amount of CO some CO2 from the atmosphere. Now if we do this right, نحن نقوم بهذا بشكل هذا البالون الأزرق وهذا البالون الأخضر، لأن التكلفة التي أود أن أدفعها يجب أن تكون كافية للقيام بهذا الأمر. هناك مجموعة من الأسئلة، وهي كيف ستظل هذه البالون في يدينا حتى تنتقل إلى المنطقة الأخرى. وبالطبع يجب أن نناقش أن هناك فراغ داخل هذا البالون، وهذا مرتبط. إذن يجب أن نحافظ على النظام البيئي ونحافظ على التنوع البيولوجي ولتحقيق المزيد من الاستفادات. نحن نتعامل مع قيم مختلفة. هذا لا يعني أننا يجب أن نترك المزيد من البالونات في الهواء، ولكن يجب أن نقول أن الكربون يلعب دورا كبيرا في المستقبل الذي نصب إليه. كان هذه مقدمة لحوارنا. أعدكم أن أقدم هذه البالونات للمشاركين الممتازين. والآن نتحدث حول ما يبدو عليه الأمر. لقد قمنا بالأمر من خلال البالونات والخبراء الأوائل الذين سنتحدث معهم. سوف أسأل نيك أنانوكي أن يأتي إلى هنا. And let's have a seat. تفضل.
اعتقد ان لدينا محادثه. And I don't know if we have name cards for you both, because لا اعلم. Transition away from fossil fuels, away from false solutions. There are over 100 new gas and coal projects in Australia. Australia, which is the third largest exporter of fossil fuels after Russia and Saudi Arabia. أكبر مصدر للوقود الأحفوري بعد روسيا والمملكة العربية السعودية. نحن يجب أن نقل الاعتماد على الوقود الأحفوري وشكرا. John. وجون. Thank you. شكرا. مساء الخير. أنا جون بير من تكساس الولايات المتحدة ومن شبكة العمل المجتمعي. ونحن هنا نتحدث في يوم إزالة الكربون. فإننا لا يمكن أن نزيل الكربون. لا يمكن أن نزيد من استخدام الوقود الأحفوري ونضع هذا الكربون في الهواء الغلاف الجوي ثم نقوم باستخلاصه مرة أخرى. هذا يمثل دمارا كبيرا. وأستطيع أن أؤكد على أنه عبر 17 العوام الماضية حصل العديد من الأعاصير. ومدينتي كانت أكثر البلاد هطولا للأمطار في الماضي. إذا نحن نرى الأثر الناتج عن التلوث والتغير المناخي. وشاهدنا الأثار التي لقد كانت تكساس على وشك التجمد في العام الماضي. الأمر ليس فقط متعلق بتكساس، إن الأمر يمس العالم كله. إن إزالة الكربون ليست هي الحل، إنها خدعة تدعو للسخرية يتم لعبها على البشر. لأننا لا نستطيع أن لا نريد أن نجعل الأمور أكثر سوءا، نود أن نحل المشكلة. نحن نسعى لإزالة الخطر الناجم عن الكربون. نحن في حالة مناخية طائرة، وأيضا لدينا قوة يجب أن نتعامل بها مع هذا الأمر وأن نسرع بالانتقال نحو الطاقة النظيفة الخضراء المتجددة. وليس هناك طريق آخر غير ذلك، ولا يمكن أن نغير من هذا الأمر. يجب أن نزيل الكربون بألا نضيف المزيد من الكربون على في الغلاف الجوي. اتركوه على الأرض. فلنقوم بإزالة الكربون من خلال زيادة الانتقال نحو الطاقة النظيفة الخضراء المتجددة. وشكرا. شكرا جزيلا لكل المتحدثين. لدينا لحظات بسيطة لتلقي الأسئلة. هل هناك أي أسئلة من السادة المستمعين؟ من فضلك تفضلي. عبير من فلسطين، سوف أتحدث باللغة العربية والإنجليزية. سؤالي إلى المملكة الإمارات العربية المتحدة. لقد ذكرتم أن آخر جالون من البترول سوف يتم تصديره في عام 2020. ما هي الإجراءات التي ستتخذونها للوصول إلى تلك النتيجة؟ سيتم الوصول بعام 2050 لآخر برميل نفط توريد. ما هي الإجراءات الحالية اللي أنتم تقوموا فيها لحتى توصلوا لهيك نتيجة؟ هل هو الوضع القائم الحالي رح يوصل لهاي النتيجة ولا كيف؟ The second question is we saw before two days in here in COP an agreement between Emirates and Jordan and Israel, a joint signing MOU between these three. Unfortunately, this agreement. What is your role as Emirates in this project, which is preparatory project between Emirates, Jordan, and Israel?
في قبل يومين كان هناك توقيع مذكرة تفاهم حول خطط للقدم في مشروع الازدهار ما بين الإمارات والأردن وإسرائيل. ما هو دور الإمارات تحديدا في هذا المشروع؟ شكرا. Thank you. شكرا سيدتي على السؤال. أنا أستطيع أن أجيبك على الجانب الفني من الموضوع بعيدا عن الجانب السياسي. I can answer you on the technical part, not the political part of this question. المقصود في الاحتفال بتصدير آخر برميل بترول عام 2050 هو أن الوقود الأحفوري بطبيعة الحال في كل دول العالم يعني هو قابل للنفاذ، بالتالي ليس لدينا قلق من نفاذ الوقود الأحفوري. By saying celebrating that we are going to stop exporting fossil fuels by 2050, it's that because fossil fuels are going to run out anyways, and we are on the way, and we are like working collaboratively with everyone on like ending fossil fuels from everywhere in the world. ولدينا خطط استراتيجية منفذة وعم تتوسع من أجل توفير وقود صديق للبيئة لكي نعوض عن الوقود الأحفوري. And we have a strategic plans that we are going to provide an eco-friendly like fossil. I mean, what did you say? And Emirat هتدي وقود. All right, they have alternative like fuels, which is more green. I have a question here from Financial Times about how much opportunities do oil and gas companies get المتاحة لشركات الغاز والبترول لكي تأتي إلى مؤتمرات كوب مثل هذه وتعرض أفكارها في الكوب. It's nothing new that we see oil and gas lobbyists. هذا شيء ليس بجديد أن نرى شركات الغاز والبترول في الكوب. هذه هي دائما الحالة. قد هم كانوا موجودين في هذا العام وكانوا موجودين في العام الماضي ودائما موجودين في المفاوضات التجارية التي رأيناها في الماضي. على سبيل المثال المحادثات الدولية كان ممثلا فيها شركات الغاز والبترول، وأيضا رضينا أحد المنصات التي تعطي أرباح لشركات الغاز والبترول. لقد ذهبت إلى 7 مؤتمرات كوب والجلسة التي رأيتها لم أرى فيها أي وجود لشركات الغاز والبترول. كما قلت هناك ثلاثة فعاليات مختلفة. هناك مبادرة إزالة الكربون التي قدمتها الرئاسة المصرية في يوم إزالة الكربون. ليس من الأمر الجيد أن نرى كل هؤلاء البشر يفعلون ذلك، ولكن نستطيع أن نقول أن هناك تحديا. الأمر يشبه مواجهة أزمة طاقة، ولدينا الكثير من الحلول الزائفة على الطاولة، ولكن بأمانة من خلال القيادة والأفارقة والدول العربية فإننا نستخدم قبعة قبعة التحول لكي يتم توجه الكثير إلى استخدام مصادر الطاقة، وهذا لن يحدث في هذا العام والعام القادم. وشكرا. أعتقد أنه سوف يكون هناك الكثير من الأسئلة في الخارج، ولدينا نالي كوبا سوف تستقبل الأسئلة. وشكرا جزيلا لكم.
will have to follow a protocol linked to that project that uploads the data relating to the forestation project at hand. So if we can, you can see on the screen there, thanks Anjali, you can see on the screen there the satellite imagery that was used to measure canopy height. You can go one level deeper on the platform and look at the... وهناك العديد من المنصات والعديد من المجالات. هذا كله يمكن رؤيته ويمكن التعاون مع تلك المشروعات من خلال البيانات ونرى المشروعات المرتبطة بإزالة الكربون. هذا هي الطريقة التي يجب أن نعمل بها اليوم وهذه هي الإجراءات المرتبطة. ليس من السهل أن نرى البيانات، فلنبحث عن الجدوى الخاصة بتلك البيانات. وهنا نتحدث عن الأدلة المختلفة المرتبطة بتلك المشروعات. ليس هناك طريقة من خلال هذه المنصة نستطيع من خلالها الحصول على البيانات. الشريحة التالية، قد يكون هناك قد يقول أحدهم أنا أحب هذا المشروع وأنا مهتم جدا بالالتزامات المستقبلية، ولكن قد يكون هناك قضايا مرتبطة بالكتلة الحيوية أو غيرها. وما نفعله هنا لأنه هناك 36 طن أخرى يجب التعامل معها، وهنا يتم عمل تابلت. شكرا جولي. ويمكن أن ترى هنا أن هناك معلومات، وجولي سوف يريكم الالتزامات المالية الخاصة. وهنا فيما يتعلق بال 36 طن في المستقبل، نحن يمكن أن نرسل هذه الأموال. هذه الأموال يمكن أن تذهب إلى عملائنا، ونستطيع أن نحصل على العملة الأجنبية من هذه المواد. يمكن أن ننقل الأموال إلى الأشخاص الذين يديرون مثل هذه المشاريع. الشريحة التالية من فضلك. كيف يمكن أن نركز أو أن نسجل كل ذلك؟ هذه التكنولوجيات كلها يجب أن يتم توزيعها ونشرها، وهذا يجب أن يكون هناك نوع من الهندسة الرقمية المرتبطة بتلك الأمور. ونستطيع أن نخلق سجلات مرتبطة بنسبة 40 طن من المشتري للبائع، وأيضا أن يكون هناك سجل للالتزامات المستقبلية حتى عام 2066. كل هذه التكنولوجيات المتاحة اليوم، أنا مؤمن بقوة الإزهار، وأعتقد أن هذه الشريحة الأخيرة والتي تلخص ما نفعله. فكروا في الأمر، نحن جميعا نستخدم كل قطع البازل المطلوبة للتعامل مع الأسواق. يمكن أن يكون لدينا المشترين، ثم يكون هناك نوع من التكامل بين كل الجهات، البائع والمشتري والجهات الأخرى، ولا نريد أن نخسر 40 أو 50% من قيمة هذه التجارة. نحن نتعامل مع العلم والتكنولوجيا الرقمية. وشكرا. وقت لسؤال من الحاضرين، ولكن قبل ذلك سوف أطلق سؤالا لكم. كيف تتعامل مع كمشتري محتمل مع هذه الحلول؟ كمشتري يمكن أن نرى أن هناك شفافية في انتقال هذه الأموال، ولدينا أيضا المنهجيات الخاصة، ولدينا مبدأ النزاهة، وإنها الأمر ليس بهذه البساطة. هناك المنهجيات المتعددة الخاصة بهذا الأمر. كيف أستطيع؟ يجب أن يكون هناك نوع من الثقة
في التكامل في ال في هذا سؤال جيد. هناك منصات